وشكرا أيضا لنضال. قضية الباحث الإيطالي القتيل جوليو ريجيني في مصر تعود مجددا لتحتل العناوين، لكن هناك من يقول إنها ليست سوى الجزء الظاهر من قمة جبل جليد، أو بعبارة ثانية هي الصفحة المفتوحة ربما أو المكشوفة من ملف مغلق مثقل بآلاف الحكاية عن الاعتقالات، عن الإعدامات، عن أيضا التغييب القسري. صفحة ريجين وملف حقوق الإنسان في مصر نناقشها في للخبر بقية، كونوا معنا. أهلا بكم. مؤقتا يطوي القضاء المصري ملف قضية قتل جوليو ريجيني بعد إعلان النيابة العامة المصرية قرارها بإغلاق التحقيقات في الجريمة التي وقعت قبل 4 سنوات. النيابة الإيطالية في روما من جهتها وجهت الاتهام لخمسة أشخاص من منتسبي الأجهزة الأمنية المصرية بالضلوع المباشر بقتل وتعذيب ريجيني. القرار القضائي المصري بطي ملف جريمة القتل ينذر بمواجهة قضائية بين القاهرة وروما، ويفتح في الوقت ذاته ملف حقوق الإنسان في مصر، خاصة مع الاعتقالات المتتالية لأعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وما سبقها أيضا من اعتقالات لصحفيين وناشطين وسياسيين دون محاكمات في مصر. نناقش اليوم في للخبر بقية الواقع الحقوقية في مصر. ما سبب التناقض بين الرواية المصرية والرواية الإيطالية في قضية ريجيني تحديدا؟ وهل من الممكن أن تتنازل روما عن دم مواطنيها في حال تم عقد صفقات سلاح أو مشاريع اقتصادية مع القاهرة؟ وما هو دور المنظمات الحقوقية الدولية العاملة بحقوق الإنسان في الدفاع عن معتقلي الرأي في مصر؟ بيانات بلا جسد وقضية بلا حق، كأنها كذلك قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني. يغلق ملف التحقيق مؤقتا، فالقاتل مجهول، تقول النيابة المصرية. 4 سنوات من النبش في الأدلة وصد اتهامات بأن الجهاز الأمني المصري متورط في اختفاء الطالب وتعذيبه وقتله. لا القضاء الإيطالي تمكن من إثبات ذلك، ولا نظيره المصري توصل إلى قاتل من خارج الدائرة التي رسمها الإيطاليون حول طالبهم المغدور. متهم ما يزال الأمن المصري في نظر القضاء الإيطالي. النيابة العامة المصرية أكدت أنها توصلت إلى أدلة تفيد بأن تشكيلا عصابيا سرق ريجيني بالإكراه، لكنه في علم أجهزتها مجهول. تغلق الملف مؤقتا وتكلف جهات البحث والتحري بموالاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوصول إلى مرتكب الجريمة. يقول بيان النيابة في روما إن القضاء يعتزم إنهاء التحقيق المنفصل في الاشتباه في 5 أفراد منتمين لأجهزة أمنية مصرية وتقديم النتائج للقاضي. النيابة في روما تقول إن القضية ضد الخمسة لا تنطوي على أي تورط للدولة المصرية أو مؤسساتها، وأن النائب العام المصري يتمسك بعدم وجود أدلة كافية لإحالة القضية للمحكمة. ممثل الإدعاء الإيطالي يتوقع ضغطهم بغية محاكمة بعض أو كل هؤلاء المشتبه بهم الخمسة، إلا أن غلق الملف هو أقرب الترشيحات. ريجيني الذي حكم على قاتل القاهرة وروما قبل سنوات بات ربما جزءا من الماضي، ومصالح الاقتصاد تدفع بالبلدين للنظر إلى الأمام. إيطاليا الشريك الثاني الأوروبي لمصر، وفي الإقليم تقاطعات مهمة تسبح قرب ضفاف المتوسط. تاريخ مصر وثقته كثير من تلك الوقفات وأضعافها من الملفات. لا يخلو البلد من اعتقالات متتالية لأعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وناشطين وسياسيين من دون محاكمات. لم يكن وحيدا طالب كامبريدج الذي ذهب به التحقيق في ملف العمالة المصرية إلى عالم الغياب، غيره كثر، ثكلتهم أم الدنيا في ملفات حقوقية. وينضم إلينا من روما ميكاييل بيرس البرلماني الإيطالي السابق، وعبر سكايب من القاهرة سعيد عبد الحافظ المحامي ورئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، ومن جنيف حمد زارع
نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان سابقا، أهلا بكم وسهلا ضيوفي. وأبدأ من روما مع ميكيل بيرس. وواضح أن بيان النيابتين المصرية والإيطالية في بعض التباينات والالتباسات فيما يتعلق بتداعيات وآفاق قضية ريجيني، وهناك تفسيرات كثيرة لهذه الالتباسات. دعني أسألك بداية عن الفهم الإيطالي للنسخة المصرية التي تحدثت عن إقفال القضية الآن. نعم، أعتقد أن ما يحدث لم يكن متوقعاً من قبل الشعب الإيطالي ومن قبل منظمات حقوق الإنسان. كما تعلمون، نحو 4 سنوات مضت بعد مقتل جوليو ريجيني، الفتى الشاب الذي كان يقوم بأعمال البحث الأكاديمي فقط ويدافع عن حقوق الإنسان. ما فعله النظام المصري غير متوقع وغير مقبول إزاء الديمقراطية وإزاء احترام حقوق الإنسان. 5 أفراد من قوى الأمن المصرية هم ضمن لائحة الاتهام التي تبنتها السلطات الإيطالية، خلافا لما تقوله السلطات المصرية التي تقول بأنه لا تتوفر أدلة كافية إلا أن الرابط بين النظام المصري، ونظرا للعلاقة بين النظام المصري وأجهزة الأمن والاستخبارات في مصر كما نعلم. ونحن نفهم هذه العلاقة هنا في بلادنا، الأمور تسير على نحو مختلف. هذا مرفوض تماما، والسلطات الإيطالية عليها أن تتبنى موقفا حازما ضد نظام السيسي. بالحقيقة النيابة العامة الإيطالية تقول إن إقفال التحقيقات وتحويل القضية إلى القضاء للتقييم من أجل المحاكمة لن يكون من شأنه إقحام مؤسسات مصرية في المحاكمة المحتملة. هل يمكن أن نعتبر ذلك بأنه تراجع نهائي الآن على اعتبار الجريمة جريمة دولة؟ أعتقد أنها جريمة دولة، وهذا هو الموقف الصحيح، وهذا هو الرأي العام وموقف الرأي العام هنا في إيطاليا، هكذا ينظرون إلى المسألة. وأظن أن على سلطاتنا هنا أن تدين وتحاكم هذا النوع من الجرائم، هذه جريمة الدولة. أنا أعلم أن العلاقات الدبلوماسية معقدة فعلا، ومن الصعب بمكان أن تدار أو أن تدبر، لكن في رأيي العدالة تأتي أولا، بعد ذلك تأتي العلاقات الدبلوماسية. وأظن أن نظام السيسي هو نظام عسكري فظيع في مصر، وعليه أن يخضع للمحاكمة. سنأتي على موضوع العلاقات والمصالح المتبادلة، لكن دعني الآن أتحول إلى ضيفي في القاهرة سيد سعيد عبد الحافظ. إذن مصر تغلق القضية والنيابة العامة الإيطالية تتهم حاليا 5 أفراد من الأمن من المصريين بالتورط في قتل ريجيني. ما الأثر القانوني لهذا التباين بين الطرفين في مسار القضية؟ في الحقيقة هو القضية لها وجهان، وجه سياسي ووجه حقوقي ووجه يمثله وسائل الإعلام، والوجه الآخر هو الحقيقة المطلقة أن هناك جهتان قضائيتان في مصر وفي إيطاليا خضعوا للعمل المشترك على مدار 4 سنوات، ثم توصل إلى نتيجة لخصتها البيان المشترك الذي صدر منذ أيام قليل. فأنا
أريد أن أناقش القضية من الزاوية القانونية باعتبار نحن أمام جريمة قتل مواطن إيطالي على الأراضي المصرية، فيجب أن نناقشها من هذا الإطار وننقحها من الأحاديث السياسية والحقوقية والجماعات السياسية أو الأحزاب السياسية. لكن في الحقيقة يعني فال دعنا نشير إلى أن هناك تباين في النتيجة التي توصل إليها الطرفان. النسخة الإيطالية تتحدث عن 5 عناصر أمن مصريين متهمين بقضية ريجيني. تمام. وأنا أعتقد كمحامي أولاً وكحقوقي ثانياً أن الأدلة والبراهين لها أدواتها ولها مظاهرها. فأعتقد أن النيابة في إيطاليا في روما لو كانت تمتلك ثمة دليل يشير حتى لو من بعيد لتورط أشخاص منتمين إلى أجهزة حكومية لما توانت عن الإعلان أو عن توجيه الاتهام المباشر، ولكنها منذ اللحظة الأولى خضعت القضية لنتيجة تم تصديرها أن الدولة مسؤولة عن مقتل ريجيني، ثم حاولوا خلال السنوات الأربع الماضية إثبات هذه النتيجة التي وضعوها مقدما، وهذا يعني يناقض الواقع. يعني هم بحثوا عن تورط الدولة وأجهزتها قبل أن يسعوا للكشف عن الحقيقة والبحث عن القاتل الحقيقي، لكن في فهو ده الحقيقة اللي في عامل مقابل التباين. هذه النقطة سيد سعيد عبد الحافظ، هناك نقطة أخرى تحتاج إلى توضيح، نقطة تتعلق أيضا بالموقف المصري. النيابة العامة المصرية قالت قبل 4 سنين أنها اعتقلت أفراد عصابة وجدت عند أخت أحدهم أو في بيت أخت أحدهم الباسبور أو الجواز السفر الخاص بريجيني. الآن ماذا يعني هذا الكلام؟ كيف يمكن تفسيره هنا؟ وهذه الرواية لم تتغير في الحقيقة، وهذا يؤكد كلامي أن النيابة المصرية منذ الدقيقة الأولى ومن اللحظة الأولى أعلنت عن ما توصلت إليه، ولم تتغير رواية النيابة حتى نشكك فيها. النيابة مصرة على أقوالها وعلى أنها هناك عصابة منظمة قامت باختطاف المواطن الإيطالي مدعية أنها تنتمي إلى أجهزة حكومية، طالما أن وبالتالي النيابة هي تعرف من المصرية المجرمين. وتم التعامل مع 5 من هؤلاء وتم قتلهم وقدمت ما يفيد للنيابة العامة في إيطاليا، فأنا كل ما أتحدث عنه مع احترامي الكامل لكل المشاعر وسعي وشغفي أيضا مع الجانب الإيطالي والإنسانية في الوصول إلى القاتل، لكن نحن نناقش قضية قانونية ونحاول أن ننقحها من الشوائب السياسية أو المكايدة السياسية أو محاولة قانونيا تورط نحن الدولة نتحدث هنا المصرية. سيد سعيد عبد الحافظ، أفراد العصابة هؤلاء الذين تم قتلهم بسبب صلتهم بقضية مقتل ريجيني، من هم؟ أين هم الآن إذن؟ تم قتلهم، والنيابة أعلنت في بيانها الأخير أنها ستواصل البحث، لأن القاتل المباشر الذي اغتال المواطن الإيطالي لا زال مجهولا، وأن النيابة لا زالت تفتح التحقيق للوصول. الدولة المصرية لم تتورط أبدا في هذا النوع من الجرائم التي تتسم بالكراهية والتمييز ضد مواطنين أجانب، فمش عارف، أنا لا أعلم ما السبب الذي يجعل دولة بحجم مصر أن تتورط في قتل مواطن هو باحث شأن عشرات بل مئات الباحثين الذين يردون إلى مصر يوميا. ما طيب الخطورة وما هو وجه الفظاعة في الباحث الإيطالي ريجيني حتى تقوم الدولة المصرية بالتورط في قتله بل والتواطؤ على من قتله؟ أنا لا أعلم سبب لذلك، طيب وأرجو أن نتحدث عن البيان الذي صدر هو حلقة قبل الأخيرة في قضية في ريجيني، موضوع هذا البيان، بعيدا مما دعني صدرته وسائل أشرك الإعلام السيد والمنظمات محمد زارع المدعية، لأن معنا هذا هنا ليس له علاقة بالقضية، هذا في ليس هذا البرنامج. له علاقة بقضايا أخرى مش سيد بقضية محمد مقتل زارع، ريجيني. بعض المحللين المصريين وصفوا هذا البيان المشترك في الحقيقة بأنه عقد زواج على ورقة طلاق، وهناك من يتوجه ليقول أن هناك طي لهذا الملف ربما تحت ضغط ملف يعني المصالح المشتركة ما بين البلدين مصر وإيطاليا. ما رأيك في هذا الكلام؟ أنا أعتقد إنه ما فيش التقاء مرة تانية. البيان بيقول إنه النيابة العامة الإيطالية سوف تشتغل بشكل منفرد وتذهب إلى المحكمة، في حين إن النيابة المصرية أغلقت الملف في اللحظة الحالية، لكن التحقيق ما زال مفتوح للبحث عن جناه.
فأنا أتصور أن هناك انفصال حصل ما بين القضاء المصري والقضاء الإيطالي، وأنه يعني تلك هذا البيان يعتبر شهادة وفاة للتعاون في 4 سنوات مضت. أنا أتصور أنه المتابع للي حصل في الفترة الأخيرة هيعرف أنه النيابة العامة الإيطالية بعد 4 سنوات أصبح ليس أمامها أي طريق سوى الذهاب إلى المحكمة، وأنه كل المعلومات المنشورة أن الرئيس الإيطالي تحدث إلى الرئيس المصري وأبلغه بتلك المعلومات ونصحه بأنه يتم يعني تكليف محامي للدفاع عن الخمسة المصريين، وأنه الجانب الإيطالي بيعول طول الوقت وبيستنكر أنه الجانب المصري بيرفض إعطائه 5 عناوين للخمسة المطلوبين لإعلانهم يعني بالمحاكمة حتى يقوموا بتوكيل محامي. فأنا أتصور أنه 4 سنوات الماضية هي سنوات مهدرة وليس هناك أي تعاون بأي درجة، وأنه ما حدث لجوليو ريجيني للأسف الشديد ربما حدث لآلاف أو مئات الأشخاص في أماكن أخرى، هناك مزاعم بالتعذيب في مصر وغير مصر، لكن جوليو ريجيني أتصور أنه حظه كان جيد أنه هو مواطن إيطالي، ولذلك كل هذا أو تلك الأضواء المسلطة على قضيته والبحث فيها فقط لأنه مواطن إيطالي، لكن هناك مصريين كثيرين يعني في مزاعم بقتلهم في أقسام الشرطة أو في السجون وبينتهي الأمر بعد عدة أيام ويتم حفظ التحقيق. جوليو ريجيني الأمر مختلف، ولذلك الرواية المصرية كانت في البداية أنها لا تعلم شيء عن جوليو ريجيني، ثم تطور الأمر أكثر من ذلك وأنه تحدثوا على أنه جوليو ريجيني ربما تكون الأمن المصري عنده معلومات عنه لكن لم يتم القبض عليه. ثم يأتي من يقدم شهادات للجانب الإيطالي، والجانب الإيطالي يطلب من الجانب المصري تفريغ يعني كاميرات لمترو الأنفاق وغيره، لكن الجانب المصري يرفض، وأن الجانب الإيطالي بحجة أن تم مسح تلك الكاميرات فالجانب الإيطالي يقدم تكنولوجيا تعيد كل ما تم مسحه، لكن الجانب المصري يرفض أن يعطيه تلك الكاميرات للبحث فيها، وينتهي الأمر بعدم التعاون في تلك القضية. لماذا كل هذا؟ دعني أسمع هنا رأي ضيفي من روما، وهو تحدث قبل قليل عن العلاقات والمصالح السياسية وتأثيرها أيضا على هذا الملف. سيد بيرس، يعني هل يمكن هنا لدولة مثل إيطاليا بديمقراطيتها ومؤسساتها الحقوقية واستقلالية قضائها أن تقدم على التضحية بدم مواطن وبحقوقه من أجل ربما مصالح سياسية واقتصادية ما بين البلدين؟ هذا مستحيل، أعتقد أن بعد انتظار 4 سنوات في انتظار تكشف الحقيقة مقتل مواطن إيطالي، هذا لا يمكن وهو غير متوقع وغير مقبول، سواء نحن نعلم على الرغم من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين طيلة 4 سنوات كانت هنالك محاولات مستميتة من أجل التوصل إلى أي أدلة ممكنة حول مقتل مواطننا في مصر، على الرغم من ورود عدة روايات ونسخ للرواية التي قدمتها السلطات المصرية. لدينا روايات متعددة حول ما حصل له وحول ما كان يفعله من قبل السلطات المصرية. مرة يقولون كان رجلا يتعاطى المخدرات، مرة لقد قالوا كل شيء في حقه، كل شيء حول جوليو ريجيني، لكن هذا غير مقبول للديمقراطية هنا في إيطاليا، وهو غير مقبول على مستوى العلاقات بين الدول في العالم وفي منطقة المتوسط. لذا فإن جميع ما كل ما نود قوله ومعرفته هو العدالة والحقيقة بشأن مقتل جوليو ريجيني. في كل الأحوال قضية ريجيني هذه سيد بيرس يعني ليست يعني إلا جزءا من الملف الحقوقي في مصر. قبل أن نستكمل النقاش الآن حول صفحات أخرى في الملف، لنتابع معا هذا التلخيص لبعض المعطيات والأرقام عن الملف الحقوقي في مصر.
أعود من جديد إلى ضيفي محمد زارع. كما تعرف سيد زارع، هناك تساؤلات مطروحة الآن، يعني إن كان في الإعلام أو في أوساط الرأي، دعنا نقول إن كان المصري أو حتى العربي، عن دلالات قضية ريجيني وما يمكن أن تعكسه في ملف حقوق الإنسان في مصر بشكل عام، وهي في الحقيقة تساؤلات تعود إلى الأنباء اليومية عن الاعتقالات في صفوف العديد من الحقوقيين مثل محمد الباقر، علاء عبد الفتاح، جاسر عبد الرازق وغيرهم كثيرون. يعني في رأيي أن قضية ريجيني قضية يعني تداعياتها في المستقبل هتوضح لدرجة كبيرة يعني حجم انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ونوعيتها. يعني بمعنى زي ما قلت من شوية أن ربما انتهاكات حقوق الإنسان تكون موجودة في كل دول العالم. يعني هناك من قتل في أمريكا في المظاهرات، ولكن في النهاية القضاء الأمريكي والجهات الأمنية في أمريكا ما تقدرش أنها تقوم بحماية القاتل، بتقدمه للعداله وبتسعى لذلك. انا قضيه ريجيني انا اتصور انها تكون قضيه كاشفه في المستقبل لو قدر الجانب الايطالي في المحاكمه وخرج بالمعلومات، لانه حتى اللحظه دي كل المعلومات المنشوره هي يعني غير كامله، واظن انها يعني معلومات بتشير الى انه ربما يكون في بعض الاشخاص تطوعوا وقاموا ب يعني الحديث عن معلومات خطيره ادت الى حياه الى مقتل ريجيني. فانا اتصور لو الجانب الايطالي استطاع في تلك المحاكمه انه فعلا يدين تلك القضيه ويدين خمسه من الضباط بيتم حمايتهم من جهات قضائيه مصريه ومن وزاره الداخليه المصريه ومن السلطه السياسيه المصريه، فانا اتصور ان خطوره المساله في التوقيت ده انها تصبح جريمه دوله. طيب. ليست جريمه شخص او جريمه ضابط او جريمه جهاز يعني قام بشكل فردي بتلك يعني الجريمة. متابعات حثيثة من قبل إيطاليا سعيد عبد الحافظ يعني وراء قضية ريجيني، يعني إذا كان ريجيني وراء قضيته دولة كإيطاليا هي دولة الأم، ماذا عن آلاف المصريين هنا الذين تقول منظمات حقوقية إن كانت مصرية أو حتى دولية بشكل عام إنهم معتقلون دون محاكمة؟ الكلام كثير، وأي منظمة زي ما ذكرت كده في التقرير أي منظمة تستطيع أن تقول أي كلام، لكن في الحقيقة في أدبياتنا وفي مرجعيتنا الحقوقية التوثيق له أدوات أرستها الأمم المتحدة، وبعثات تقصي الحقائق لها أدواتها المنضبطة التي لا أراها في كثير من التقارير التي تتحدث عن 40,000 و60,000 في المنظمة لا يوجد لها حتى مراسل في مصر، فأنا لا أعلم من أين تستقي معلومات. ممكن يبقى في 100,000 بالمناسبة مش 40، لكن أنا محتاج دليل على هذه الأرقام. أنت تتحدث عن أحكامات بالإعدام ولا تبين ما هي الأحكام الغيابية وما هي الأحكام المؤقتة وما هي الأحكام القابلة للنقض، فأنا أنا لا يعنيني هذه الأحاديث. يعني هذا الاتهام هل يلغي فعلا حقيقة وجود معتقلين ومخفيين قسرا في السجون المصرية سيد عبد الحافظ؟ الاعتقال كأداة في يد وزير الداخلية، يستطيع وزير الداخلية أن يعتقل إداريا دون حكم محكمة، هذا تم إلغاؤه بحكم المحكمة الدستورية. لدينا ممكن نتحدث عن حبس احتياطي طويل الأمد ممكن، لكن اعتقال من سلطة وزير الداخلية أن يصدر قرار إداري بالاعتقال هذا غير موجود في مصر. يوجد لدينا محبوسون احتياطيا على ذمة قضايا حقوق الإنسان في مصر شأنها شأن باقي الدول. أنا لا أتحدث عن مصر باعتبارها واحة لحقوق الإنسان، مصر فيها تحديات وفيها مشاكل وفيها مخالفات وفيها تجاوزات زي اللي موجود. مصر لديها 7 مواطنين مختفين وقتلى في إيطاليا، حتى الآن لم تتعاون السلطات الإيطالية مع مصر، فلماذا لا نتحدث عن المواطنين المصريين؟ لماذا لا نتهم إيطاليا والحزب الحاكم بقتلهم؟ يجب أن نفصل ما بين الأهواء السياسية والعمل الحقوقي. العمل الحقوقي مرجعيته الأساسية هي الرصد والتوثيق والمعلومات الدقيقة وليست المكايدة السياسية. أنا لا أستطيع أن أتفهم موقف منظمة العفو الدولية على مدار 4 سنوات تحاول بشتى الطرق أن تشير بأصابع الاتهام إلى تورط دولة في قتل مواطن. هل هذا هو عمل المنظمة الحقوقية؟ ما أعتقدش. ما رأيك سيد زارع بهذا الكلام؟ يعني كلام الأستاذ سعيد طبعا أنه أهم حاجة شيء التوثيق، لكن لما تكون دولة بحجم مصر
وحجم التحديات اللي موجوده فيها والارهاب اللي موجود، وان كل شبر في مصر بيتصور وكل مكالمات بتتسجل وبتذاع على التلفزيون، وان جوليو ريجيني يعني يتم تسجيل ليه مكالمات مع احد النقيب الباعة الجائلين ويتم بثها عن طريق التلفزيون المصري. يعني اذا جوليو ريجيني كان موجود والامور كانت متوثقه، فانا اتصور الحديث على ان الدوله المصريه لا تعرف عنه شيء ده شيء يعني غير مقبول بالمره. اما بالنسبه للناس المعتقلين والمسجونين في السجون، في قانون طوارئ بيبيح لوزير الداخليه انه يعتقل، لكن ايضا في قوانين اخرى بتدي للنيابه العامه انها تحبس اشخاص بحبس احتياطي طويل الامد، وشفنا كثير من الناس بيتم احتجازهم لمده سنتين ثم يتم اتهامهم وهم داخل السجون باتهامات اخرى ووضعهم في السجون لفترات ثانيه. اذا اوضاع السجون المصريه للاسف الشديد ليست في افضل حالاتها، وده المواطن المصري بيعاني، وان الدوله المصريه نفسها اعترفت في جنيف في 2020 في مارس 2020 انه في مشكلات موجوده في مصر وانها تعمل على حلها، ليست واحه من وحدات حقوق الانسان. لكن ايضا انا اتصور ان السجون المصريه وما يتم الاشاعه عنه داخلها انها مقابر جماعيه. سيد سعيد عبد الحافظ، اسالك اخيرا عن توقعاتك الان لتاثير الملف الحقوقي في مصر على علاقه نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اداره الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن، وهي اداره روجت لنفسها كما تعرف بانها ربما معنيه اكثر بملف حقوق الانسان على عكس إدارة ترامب، ماذا تقول؟ مصر يا مصر، مصر ليست نظام عبد الفتاح السيسي كما لم تكن نظام مبارك كما لم تكن نظام محمد مرسي، مصر هي مصر. واضح انقطع صوت. سأذهب في النهاية للسيد ميكائيل بيرس في إيطاليا، وأسألك وباختصار لو سمحت، إلى أي حد فتحت الآن هذه القضية، قضية ريجيني، ربما أعين الناس، أعين الرأي العام إن كان الإيطالي والأوروبي على ملف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر؟ كل ما بوسعي أن أقوله باختصار أننا في إيطاليا وفي أوروبا نعلم تماما ما يجري في مصر، وأود أن أرى كل جزء، وأود أن يعلم كل جزء من نظام السيسي بأن العالم يعلم ما يحدث في مصر على مستوى العنف، وما الذي يحصل للطلبة، وما الذي يحدث للشعب المصري. ما حصل لجوليو ريجيني يحدث في كل جانب وفي كل مكان في مصر. وأيضا الطلبة في إيطاليا وفي بولونيا منذ عدة أشهر اعتقلوا في مصر مرة أخرى دون أن نعلم لماذا، ولا نعلم ما وجه الحق وما هو موقف السلطات المصرية إزاء هذه الاعتقالات. نعلم تماما في أوروبا وفي إيطاليا، ونأمل ونتمنى أن جميع أفراد الأسرة الدولية أن ينهضوا بمسؤولياتهم من أجل إحقاق العدالة في مصر وللشعب المصري. الملف كبير وواسع وثقيل، يحتاج إلى المزيد من الضوء والنقاش. شكرا جزيلا لك ميكائيل بيرس البرلماني الإيطالي السابق من روبا، وشكر موصول أيضا لمحمد زارع نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان سابقا من جنيف، ولسعيد عبد الحافظ المحامي ورئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان من القاهرة. وشكر موصول لكم مشاهدين على المتابعة، تحية طيبة وإلى اللقاء.